لمشاهدة الحقيقة بكل وضوح، ولمعرفة المؤسس الحقيقي لمنهج التكفير والإجرام، ولكشف الخزعبلات والخرافات التي شرعن لها ابن تيمية عبر مئات السنين، تغطية عقائدية متكاملة وعلى مدار ساعة كاملة مع المحقق السيد الصرخي الحسني في بحثه العقائدي تحت عنوان وقفات مع توحيد التيمية الجسمي الأسطوري لإبطال المعتقدات التيمية ومن يؤمن بها، ولبيان منهجهم التكفيري والإجرامي الهادف لتشويه صورة الإسلام المحمدي الأصيل. تأتيكم مباشرة الساعة 7 مساء على قناة المركز الإعلامي للسيد الصرخي على اليوتيوب.